الموسم الرابع بطولة الجامعات ومباراة مهمة في المجموعة الثانية، وبفكركم بالنتيجة. جامعة جنوب الوادي 70 وجامعة اي جاست 30، وكل أسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل، وده ليه؟ علشان انتوا التمانية قاعدين هادين، مفيش حد قلقان، مفيش حد متوتر، بالعكس بتستمتعوا، بناخد الريسك عادي، بتاخدوا الريسك. شايف هي دي الخبرة بقى اللي انتوا كنتوا محتاجينها. طيب جامعة اي جاست عندنا تغييرين، فرح حلمي نزلت مكان مريم محمود، وعلاء الشريف نزل مكان رشاد فوزي. ازيك علاء؟ الحمد لله تمام. كمبيوتر ساينس، بتفكر ازاي في مستقبلك؟ وانا المفروض ان انا كنت في هندسه، ولما لقيت الكمبيوتر ساينس فتحت عندنا السنه دي في الجامعه حولت، عشان لقيت فيها قسم سايبر سيكيورتي، وده المجال اللي انا شغوف بيه. انت مهتم بامن المعلومات؟ بالظبط. ممتاز. فانا عايز يعني افتح شركتي الخاصه في امن المعلومات، وان شاء الله افيد مصر والوطن العربي كله. لو ركزت ولقيت حلول وحليت مشاكل هتنجح، ربنا يوفقك. فرح، ازيك يا فرح؟ ازي حضرتك؟ نروح بقى للفاشن والحاجات اللي دمها خفيف، نهرب بقى من السكيورتي والدوشه. ايه يا فرح، عايزه تعملي براند باسمك؟ يس. هتسميه ايه؟ فرح. فرح كمان؟ ده باسمك، باسمك يعني. كويس، ناويه تعملي ايه؟ يعني نفسي اعمل براند ده، ونفسي اسافر العالم، واول دوله هي اسبانيا، لان انا نفسي جدا اروحها من زمان قوي. وابقى بزنس وومن واعمل فلوس كتير. مش الفلوس، مش العربيه حلوه وغاليه. جود لك يا فرح. شكرا. وعندنا تغييرين في جامعه جنوب الوادي، رغده شحات نزلت مكان اماني شعبان، وحازم علي نزل مكان محمد عبد الرحمن. ازيك يا حازم؟ الحمد لله بخير يا مستر. ايه التألق اللي انتوا فيه النهارده ده؟ الحمد لله يا مستر، الخبره نفعت خالص معانا. طبعا اول ماتش كنا خايفين، فالخوف برضو بيفرق، برضو بيفرق جامد بصراحه. فالنهارده الماتش مش خايفين خالص، ماتش تحصيل حاصل يعتبر، فنلعب براحتنا بقى، جوكر وريسك وكل حاجه. ايه رايك يا رغده؟ وتخمين وكل. ايوه، وضحك وهزار، حتى تحس ان انتوا مبتسمين. تجربه جديده يعني. الماتش الاولاني انتوا شفتوا نفسكم في التلفزيون عاملين ازاي؟ صح، اتفرجت على الحلقه. كان لكم موقف تضحك. ايه اندرو، عايز تقول حد خطفنا كان اصلا، احنا كنا مخطوفين، مش بنلعب. مخطوفين جدا. هي الخبره. رغده، اخبار الميداليات ايه؟ معايا بره. معاكي بره ميداليتين برونز. ما شاء الله، احكي لنا الحكايه. الحكايه كلها ان موضوع القراءه ده، ان لما حد بيحس ان هو بيحب حاجه هيستمر فيها، وخصوصا لو حس ان كل التشجيع اللي حواليه بيحفزه على كده، اللي هو انت لا ما شاء الله عليكي بتعرفي تنقدي كويس، بتتناقشي مع مستر العربي كويس، شاطره في النحو، شاطره في حاجات كتير تخص العربي، فالحمد لله هي موهبه يعني. والجائزتين دول خدتيهم من محمد رشد بن قلم مكتوم، طبعا اتحاد القراءة العربي. هي في اهتمام غير عادي من الامارات بموضوع القراءة حاليا، بموضوع القراءة واللغة. حاجة عظيمة وحاجة مهمة جدا، في تركيز جدا من الامارات على المنطقة دي، الحمد لله. وده حفز كمية شباب من المدارس والجامعات للمشاركة. لا، وحاليا كمان في مشروع اللي هو المشروع الوطني للقراءة بقى للمدرسين والمؤسسات الحكومية. يعني مثلا أنا عندي مكتبة، تقدر المكتبة وأعضاء المكتبة والطلاب اللي بيروحوا المكتبة اللي هي مكتبة خارجية يقدروا يشاركوا في المسابقة دي. ده بعيدا عن تحدي القراءة العربي، ده مشروع جديد أول موسم ليه كان 2021. الهوية العربية لازم نحافظ عليها بلغتنا، صح ولا غلط؟ طبعا. مبروك عليك يا رغدة، تحية كلنا. نرجع لماتش النهاردة والفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. حازم علي وآلاء مصطفى، وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقط، وإي جاست محتاجين تحسنوا السكور شوية. معلومات عامة، والسؤال هو ملك مصري قديم يوجد على الشعار الرسمي لمحافظة سوهاج، فمن هو؟ الملك مينا. أنا حسن من سوهاج. الملك مينا، حسن من سوهاج. من سوهاج. الحمد لله.
يعني الحقيقة الحظ بيلعب لعبته. محتاج واعترض. تم اعتماده 9 نوفمبر 2020 بعد تولي اللواء طارق الفقي للمحافظة. طبعا سوهاج إجابة صحيحة. 10 نقط النتيجة اتغيرت 80 جامعة جنوب الوادي 30 جامعة إيجاست. سؤال في الرياضة أندرو علاء علاء وأندرو. والسؤال هو ما هو المنتخب الحاصل على وصافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2015؟ وصافة كوت ديفوار. كوت ديفوار هو اللي كسب. قلت لك وصافة يا أندرو وكسب بضربات الجزاء. انا عارفها كلها. 9-8. ابو بكر باري هو اللي سجل. طب استنى بقى استنى استنى. اجابة خاطئة. تاني بطولة تكسبها سهل العجب من البلد دي ايه بقى؟ كاميرون. دوس على البازر. كاميرون. موافق؟ لا. كاميرون. غانا. بالظبط. أيوة كده. ايوه غانا. اجابة خاطئة. غانا. مالي. هي ايه بقى؟ غانا. ده مرة 9-8 ومرة كام؟ لو تفتكر بقى. هو أبو بكر باري الحارس بتاع كوت ديفوار ولا جابها الأخير؟ مرة 9-8 ومرة 11-10. آه تقريبا. طيب سؤال في التكنولوجيا. رغدة وفرح. فرح ورغدة. والسؤال هو ما هو الرقم الموجود على الشعار الرسمي لموقع جوجل كالندر؟ جوجل كالندر تم إصداره 2006. على الكالندر في رقم. رقم كام؟ رقم دي ما فيهاش تخمينة. تعرفي تبقى معجزة إجابتك. 28. شمعنا 28 كده؟ 28 إجابة خاطئة. مش 28. 18. اشمعنى 18؟ عيد ميلاد 18 مثلا؟ لا معرفش. طب اشمعنى رقم 18؟ بجد عايز اعرف. يعني حسيت سر اختيار الرقم. حسيت ان هو رقم مكون من رقمين معرفش ليه. هو من رقمين فعلا ولكن 18 طبعا اجابه خاطئه. كالندر كم يوم؟ 31. بتعامل معاه كل يوم. 31. عايز اقول لكم بقى حاجه، ان جوجل كالندر دي من أجمل الحاجات اللي حصلت. أنا ما بتحركش من غيرها، هي اللي بتزبط لي كل مواعيدي. أمنية وعمر. عمر أمنية وقدرات ذهنية. والسؤال هو هل المسألة الآتية 24/6 زائد 27/9 يساوي كام؟ فات 5 ثواني وفاضل 10 ثواني. 387. 387 إجابة صحيحة. رب عليك يا أمنية وهارضك يا عم. 10 نقط جامعة جنوب الوادي 90. برافو جامعة جنوب الوادي. جامعة إيجاست 30. جامعة إيجاست لازم ترجعوا في المباراة بسرعة. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون 4 أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. طبعا أسئلة سرعة ومفروض أن أنتوا تشدوا حيلكم شوية. سينما ومسرح. والسؤال هو من هي الفنانة التي قامت بدور ستيلا في فيلم كرويلا؟ ستيلا في فيلم كرويلا. عن رواية 101 دالماتينز. كان معاها إيما تومسون وجول فراي. حازم. أنجلينا جولي؟ طبعاً تخمينة. هي ما تخمينة وتخمينة ما خفيفة. خلاص
تخمينة بعيدة جدا. إجابة خاطئة. ممكن أساعدهم؟ بص أمنية بص أمنية من جوه عيت لك. لا هو إيه الحظ في الفكرة إن كل مرة سؤال شرانية أوي أمنية. عمر إيموت. إجابة خاطئة. إيما ستون صح؟ إيما ستون. أنا قلت لكم إيما تومسون والتانية إيما إيه؟ إيما ستون. عرفتوها؟ آه بس كده أنتوا عارفينها بس مش عارفين اسمها. أيوة شكلها معاك الاسم. السؤال الثاني أغاني موسيقى والسؤال هو صحراء هو ألبوم لفنان جزائري عالمي فمن هو؟ أندرو شاب خالد. صحراء اسم بنته. إجابة صحيحة. برافو عليك أندرو 10 نقط. النتيجة اتغيرت 100 جامعة جنوب الوادي 30 جامعة إيجاست. أندرو بيحارب علشان يلعب على لقب افضل لاعب. من حقه، هو افضل لاعب في الجامعه واحنا مقيدين. افضل لاعب جدا هندي بيحارب زي ما قلت لك. هنراجع سكورات كل الفرق ان شاء الله. لو فرصتك جت هتشارك ان شاء الله خير. السؤال الثالث لو حياته معالم والسؤال هو في اي دوله يوجد النصب التذكاري كريزي هورس؟ كريزي هورس ميموريال. بداية النحت كانت سنة 1948 والحد دلوقتي لسه مخلص. كولومبيا. إجابة خاطئة. علاء. بريطانيا. إجابة خاطئة. إيطاليا. إيطاليا. فرنسا. في ثلاث إجابات غير مش عارف إيه. أنا عايز إجابة من كل واحد فيكم. إيطاليا. فرنسا. فرنسا. مكسيك. إجابة غلط. انت قلت اجابتك ادي أربعة. اه فرنسا. فرنسا. المكسيك. مكسيك. اليونان. اليونان. كندا. كندا. اجابات خطأ. الاجابة الصحيحة الولايات المتحدة الامريكية. اصلا. في ساوث داكوتا. والعلموك التمثال ده لمين بقى؟ واحد من سكان امريكا الاصليين. اللي هم النيتيف امريكانز. هارد لك. اخر سؤال في الفقره في سرعه البديهه واللي هيدوس على البازر هاخد الاجابه منه في ثانيتها. سرعه البديهه والسؤال هو ما هو حاصل جمع الاوراق باللون الاحمر في الصوره؟ 24. برافو عليك يا عمرو. اجابه صحيحه. برافو يا عمرو. خطفت 10 نقط. النتيجه اتغيرت 40 جامعة إيجاست 100 جامعة جنوب الوادي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 80,000 جنيه ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 280,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية.